حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه عند البخاري ومسلم. هنا فائدة إعرابية، رجع كيوم، يحتمل في إعرابها أن تفتح الميم رجع كيوم أو رجع كيوم بالكسر، إما بالبناء كيوم أو بالإعراب كيوم كما قال السندي في حاشيتي على النسائي. قلت والأحسن هو البناء على الفتح كيوم. لما؟ لأن يوم إذا أضيف إلى جملة فعلية مبنية هنا الأحسن أن يبنى، والذي أتى بعد يوم ولدته وهو فعل ماضي مبني، لكن لو أضيف إلى جملة فعلية معربة فالأحسن هو الإعراب. والدليل قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع، ينفع فعل مضارع معرب، هنا صار الإعراب أحسن هذا يوم، مع أن هناك قراءة سبعية بالبناء على الفتح هذا يوم ينفع الصادقين. فعلى كل حال هذا من حيث الأحسن والأفضل.